تمام. بس الرسمه كل طبقاتها موجوده، احنا بس هنسيفها، هنعمل لها سيف تاني على الديسك توب، نسميها تاور ونسميها دي اكس اي فايل وسيف. بس احنا قلنا ملحوظه مهمه جدا، النقطه اللي احنا مسكنا منها من الصفر والصفر لازم ابقى عارف مكانها، ولازم تبقى نقطه كونستنت بالنسبه لي في بقيه البيانات التانيه. تمام. طيب يعني ما نجيش في كابولي، لان في ناس هتعمل كده، في واحد يقوم جاي في كابولي زي ده يقوم عامله صفر صفر، اللي تحته ما فيش في كابولي، تمام، هيبقى في مشكله كده، هيقعد بقى يرسم خطوط عشان يجيب نفس النقطه. طيب انا سيفت ده وقفلت ملف الكاد، لازم اقفل ملف الكاد. نفتح بقى الايتاب ونشوف هنعمل امبورت الملف ده ازاي. طبعا انا ده الايتاب اهو، على فكره في تشابه كبير جدا، يعني لو انا مذاكر الساب كويس يا جماعه هتلاحظ ان الدنيا هنا في تشابهات كبيره. طب انا هعمل ايه هنا؟ هتفتح فايل وامبورت وايه؟ واقول له هنا دي اكس اي فايل اوف 3 دي موديل، يعني عايز استورد ملف انا راسم هناك طبعا 3 دي موديل. واحد يقول لي ما شاشه الاوتوكاد كانت في 2 دي، لا ما انا راسم العمود في 6، يبقى الموديل بتاعي كله كامل هناك في 3 ابعاد. تمام؟ امبورت ودي اكس اي فايل اوف 3 دي موديل، لازم يكون ملف ال الاوتوكاد مقفول. موجود فين الكلام ده؟ على الديسك توب، واسمه ايه يا جماعه؟ طور واحد اوبن. جايب لك هنا كل الطبقات اللي في الملف. لو انت بقى فاضي كده ممكن في ملف الكاد كنت تمسح الطبقات اللي مالهاش لازمه، بس عادي جدا ممكن ابدا اعمل هنا يا جماعه ايه؟ ابدا اطلعها. على فكره هنا الجروب ما بيجيبهمش في جنب، يعني انا اعمل هنا الجروب مش هتلاقيهم اخر ثلاثه كده ولا اخر خمسه، لا ده بيوزعهم لك ما بينهم. انا بقى بس يعني عايز اجيب بيم، اكتب حرف البي كده بيم واحد. تمام؟ وخلي بقى انا بيم واحد وايه؟ وكولم واحد، بس لما اجي اضغط على كولم واحد بقى لو ضغطت عليها كده يضيع لي البيم. كنترول واعلم عليها عشان يبقوا الاثنين موجودين معايا. طب ولسه في طبقه ايه تاني؟ لسه في ثلاث طبقات، طبعا اللي ظاهر فونت غريب كده مش مكروه، ده حاجه مكتوبه بالعربي مثلا هناك. اوبن فين؟ عدت اوبن اهي. كنترول وعلم عليها. تمام. ننزل تحت، خلي بالك كل واحد، لان في واحد في اوبن ثانيه، فاللي هيجيب طبقه ما رسمش بيها طبعا مش هتيجي معاه هناك. طيب سلاب واحد فين؟ سلاب واحد وشيل واحد. تمام، سلاب واحد وشيل واحد، يبقى انا كده جبت الخمس طبقات. تمام كده يا جماعه. طب وحداتي ايه في الدي اكس اي فايل ده؟ وحداتي كانت هناك ايه؟ بالمتر. خلي بالك هنا ممكن يكون المعماري كان راسم مثلا هناك الابعاد بالملي مثلا، فتيجي تقول له ملي، انا كنت راسم هناك بالانش فتيجي تجيبها انش. تمام. طيب لو انت معرف قطاعات بقى، اللي معرف قطاع كاميرا ولا عمود ولا يعني فتحت البرنامج وعملت ديفاين وعرفت قطاعات، هتلاقي القطاعات ايه؟ طب ايه القطاعات الكتيره دي؟ انا عرفت حاجه؟ لا، دي داتا بيز متخزنه جوه البرنامج. يعني مثلا كانك كده جبت الجدول بتاع الستيل مثلا وحطيت كل البيلت اب سيكشنز وقلت مثلا البرود فلانج كل الكلام ده، قمت مخزن كل الداتا دي هنا بكل القطاعات دي. لا انا طبعا ممكن اختار قطاع ديفولت وبعد كده ابدا اعمل ايه يا جماعه؟ ابدا اعمل تخصيص بقى للقطاع، اساينمنت للقطاع. تمام. ممكن تعرف بلاطات وكاميرات وبريسنج وفلور وحيطان كل الكلام ده. طيب طبعا الزد دي يعني البلاطه او المستوى عندي في اكس واي. تمام. طيب بيقول لك هنا اجنور لاينز شورتر ذان ايه الرقم ده؟ يعني نفترض وانت في الكاد مثلا معاك امر لاين وغلطت كده ورسمت خط طوله مثلا 2 سم ولا 3 سم، ممكن تقول هنا اهمل لاي خط اقل من كذا. واضح يا جماعه؟ في اي مشكله في الشاشه دي ما تنساش كنترول، عشان مش كل ما تضغط على طبقه يخفلك اللي قبلها. لا كده تمام، نعمل اوكي كده. بتقول ايه؟ انت طبعا هو المستوى اللي في البرنامج المتاح قدامك دلوقتي هو الجلوبال اكس واي وزد. تمام، اكس واي وزد، اوكي كده. هيفتح لك دلوقتي شاشه يقول لك فيها المناسيب. تمام، المناسيب انا عندي طبعا ستوري واحد، انا هعمل ارتفاعه مثلا 3 متر. ستوري واحد انا هعمل ارتفاعه 3 متر. واحد يقول لي مش انا عندي مثلا 15 دور، انا ممكن اعمل كليك يمين واد
تمام. وادي الستوري دي بيفضل يضيف لي ايه يا جماعه؟ ادوار. بس انا ممكن اضيفهم مره واحده من البرنامج اصلا، يعني في البرنامج اوبشن تاني ممكن نضيف الادوار دي منه. انا هجيبها في مستوى واحد وبعد كده نبدا نكرر بقى الادوار بتاعتي. طيب اوكي كده. هيطلب منك تسيف الملف. انا ممكن اعمل فولدر بره ونسميه اي حاجه، تاور مثلا، اي اسم. جت لي الرسمه يا جماعه اللي احنا قعدنا نعمل فيها المره اللي فاتت. تمام، شوف البول اريا وجالي الاوبننج. بس ايه العمدان دي بقى؟ وانا رسمت العمدان دي انا هناك ريكتانجل. ما احنا قلنا بقى جايب لك قطاع ديفولت، وقام جايب لك اي سيكشن، قطاع ستيل يعني. انا ممكن بعد كده هنشوف دلوقتي ازاي نخصص كل القطاعات دي. والحيطه جايبه لي خط، لسه هرسم عليها شير وول البرنامج والاوبننج كل الكلام ده يا جماعه. طيب الشاشه دي بس عايز اتفرج عليها شويه. هو طبعا قاسم لك شاشتين، واحده جايب لك فيها 3 دي فيو، واحده جايب لك فيها مستوى اللي هو ستوري واحد اللي انت جايبه. تمام. طيب انا ممكن اتحكم في عدد الشاشات، ممكن ازود، ممكن اقفل، يعني ممكن اقول له اقفل لي دي. تمام، عايز اجيبها تاني بضغط عليه على السهم ده واقول له اد، ضيف لي شاشه جديده. ماشي. طيب بس انا في الاول كده مش محتاجها، يعني لاني ما رسمتش حاجه منظور في 3 دايمنشن بس. طيب والشجر على الشمال دي حاجه اسمها موديل اكسبلورر. دي بقى يا جماعه جايب لك فيها اختصارات كده للقوائم اللي فوق، يعني مثلا بدل ما تفتح ديفاين وتعرف ماتيريال او ديفاين وفريم سيكشن، او بدل ما تعرف، لا هتلاقي مثلا بروبرتيز دي جايب لك فيها خصائص القطاعات اللي عندك. عايز تعرف ماتيريال، اضغط على الزائد وادخل ايه على اي ماتيريال واعمل لها موديفيكيشن وعرفها. تمام، عايز تعرف مثلا بلاطه، افتح الزائد وادخل عرف ايه. بس هنا خلي بالك انا ملتزم بالقطاع اللي موجود، انا بعمل له موديفيكيشن. انما انا لسه عايز اضيف قطاع، يبقى تقول له بقى ديفاين وتعرف ايه قطاع من اول تاني. ده لسه هنشوفه دلوقتي. يبقى الشاشه دي وظيفتها يا جماعه اختصارات للحاجات اللي موجوده في الشاشه. انا ممكن اقفلها واسع الدنيا برده، ممكن اجيبها تاني من قائمه اوبشن واخر واحده خالص. بين لي بقى الموديل اكسبلورر ده. تمام. طيب تمام. انا عايز بس الناس تستورد الملف كده سريعا، تمام، عشان نبدا نشوف بقى ازاي هنظبط الكلام في القطاعات بقى والاوبننج وكل الكلام ده، ونرفعه بقى في الادوار اللي فوق. طيب انا هبعت للناس الملف الدي اكس اي فايل يا جماعه، هتعمل له امبورت بس. تمام، نشوف الوحدات بتاعت الايتاب. هنفتح يونت 3 يا جماعه، بس خلي بالك الايتاب فيه اكتر من نوع من الوحدات. في الاول وحدات ثابته زي الساب كده، يقول لك مثلا طن ومتر وكذا وسليزيوس مثلا. فلو قلت له كونستنت يونت دي هتثبتهم كلهم، هقول له مثلا اي طول بالمتر، اي مثلا وزن بالطن، اي فيكتور تمبريتشر مثلا بالسليزيوس، وخلاص ثبت تاني الوحدات دي وعملت اوكي. طب في ميزه بقى في الايتاب، ان هو ممكن يقول لك ايه، انا عايز ادي لكل عنصر وحده او لكل نوع وحده. يعني مثلا انت دلوقتي هتوصف خطوط الشبكه مثلا في البرنامج هتدي لها وحده، هتوصف قطاعات مساحات يعني تدي لها وحده، هتوصف اطوال تدي لها وحده، هتوصف اوزان على المتر ولا اوزان. طب الكلام ده اجيبه منين؟ ممكن نغير او في تصنيفات الوحدات. يعني افتح كده يا جماعه يونتس تاني، بعد ما ثبتها ممكن اقول له حاجه اسمها فورم بقى او يونتس فورم. تمام، شوف بقى انت ممكن تثبت الاطوال مثلا عندك بوحده، المساحات بوحده، تمام، وهكذا. والانيرشا بقى والحاجه اللي هي مكعبه وكل الكلام، تشوفوا انت بتختار منها الليبل او اللينتس او اليونتس، وبتيجي تشوف الليبل بتاعها. يعني مثلا برنامج بيطلع لي حديد تسليح، الريبير بقى، الريبير دي يعني تسليح. الريبير اريا يفضل ما تبقاش متر، مش متر مسطح يعني. يفضل اختارها مثلا ايه، سنتي مثلا ولا بيه. ممكن اختارها سنتي، يقول كاتب لك قصادها ايه بقى، سنتيمتر سكوير. الريبير اريا برلينس يعني الحديد اللي في المتر اللي هو بتاع البلاطه بقى. انا ممكن اقول له هنا مثلا يا جماعه مليمتر برمتر، ولا ممكن اقول له سنتيمتر سكوير على المتر مثلا. طبعا حديد البلاطه بيبقى على المتر. الترانزيشن بقى، طب اللي هو يا جماعه الديفليكشن بقى والحركات والكلام ده. ما هو طبعا الحاجات دي بتبقى قليله قوي، يعني لو انا قراتها بالمتر هيقول لك او بوينت او كذا، مش كده؟ انا عايز اقرا رقم بالملي. ممكن تقول له انا عايز الديفليكشن مثلا يبقى بالملي،
تمام؟ واضح يا جماعه الكلام ده؟ او السوي الارقام دي، دي كلها يونتس اقدر اغير فيها. تمام؟ وهكذا في القوه بقى، انت ممكن تقول القوه المركزه وطن، القوه على المتر، اختار بقى الوحده بتاعت اللينس والوحده بتاعت الوزن او القوه. واضح يا جماعه؟ طيب انا يعني يفضل اغير مثلا الثلاث حاجات دول بس، او شوف انت عايز تغير في اي واحده ثانيه، في حاجات كتير جدا ممكن تغير فيها. تمام؟ طب انا اقول له اوكي خلاص، انا ثبتت الوحدات كلها، بس تثبتهم كلهم طن ومتر الاول، بعدين تقول له انا عايز دي ودي ودي بس اغيرها. تمام؟ يبقى من كونستنت يونت دي ثبتت كله، وبعد كده غيرت في بعض الحاجات. طيب تمام، عايز بقى اعمل تخصيص للقطاعات، تقول لي هو الاول مش فيه مناور؟ المناور دي هي البلاطه الثقيله دي، تعالى نعلم عليها كده عشان نعملها الاول، نعلم على دي ودي ودي. ولو مش شايف ازاهم شويه يا جماعه. تمام؟ ولو غلطت قمت جايب البلاطه اللي بره، اعلم عليها تاني يلغي السلكت، يبقى بسلكت يجيبها وبسلكت يلغيها تاني. تمام؟ اه ولسه في واحد. لا شويه تحت ده سلم. اللي على الشمال تحت. هو اللي في النص ده يعني؟ اه سلم اه فرغه برضه. ايوه اه فرغه، احنا قلنا بنفرغ السلم لان انا هحله على السلم لوحده. تمام؟ طيب النقطة دي فيها مشاكل يا جماعة؟ علمت أنا على الفراغات اللي عايزها، وأقول له أساين وشيل. أه كأنك بتقول له أساين وأريا، أساين وشيل وأوبننج. طب لو عايز أعرف قطاعهم، أدي لهم قطاع يعني ما يفرغهمش، يبقى سيكشن بقى. ونفس الحتة دي كانت في الساب برضه. يبقى أوبننج، وأقول له أنا عايز أعمل الكلام ده أوبننج. أوكي. بس. شوف هو قطع الحته دي من السقف. تمام؟ قطع الطبقه دي من السقف من كله. النقطه دي تمام يا جماعه؟ طب انا عايز اخصص قطاع للبلاطه. تمام؟ اعلم على البلاطه واساين وشيل، اهي نفس الشاشه بس بدل ما اقول له اوبننج يفرغ لي البلاطه كلها، انا اقول له انا عايز اعرف لك قطع بقى سلاب. بلاطه سلاب سيكشنز. ديك، ديك دي البلاطه اللي بره. اه حملها بيمشي في اتجاه واحد اللي هو راسمه لك ده. لما يبقى عندك في بلاطه وان واي بس، يعني بلاطه حملها ماشي في اتجاه واحد. تمام؟ اه انما انا اعرفها سلاب. سلاب في بلاطه قديمه ممكن نبقى نعمل لها موديفاي، ممكن اعلم على دي كده اقول له موديفاي او اد. اه وتبدا بقى تعرف قطاع، اقول له مثلا اعرف بلاطه سلاب 20 مثلا، الماتيريال بتاعتها. اه انت تقول لي ده انت ما عرفتش الماتيريال بتاعت الخرسانة، ممكن احنا نعمل لها موديفيكيشن تاني وهي شيل سن. تمام؟ ايه الفرق؟ شيل سن سمك اقل من 40 سم وشيل سك اكبر من 40 سم، فهي بلاطة شيل سن عشان سمكها اقل من 40 سم. وهي نوعها ايه يا جماعة؟ طب السهم ده في حاجة؟ اه يقول لك في اربع انواع ممكن تعملهم من البلاطات جوه الاتاب. الكلام ده ما كانش موجود في السابق يا جماعه. سلاب بلاطه عاديه خالص زي اللي احنا عايزينها دلوقتي. دروب ممكن تعمل بلاطات دروب زي دروب بانل كده مع العمدان، مع البلاطات والتلات سلاب. ريبت اه بتعمل اعصاب في اتجاه واحد، يعني بتعمل كمرات في اتجاه واحد او اعصاب هولو بلوك وان واي مثلا. ووقت دي يا جماعه اللي هي اه اعصاب بس في اتجاهين. اه يعني ممكن اعمل منها هولو بلوك تو واي، وممكن نعمل منها بانل بيم. تمام؟ انت لو فتحت اي واحده فيهم بتكتب بس الدايمنشن بتاعتك اللي عندك. انا اقول له يا سلاب وسمكها كام؟ وانتد. اوكي. يبقى انا خزنت بلاطه اسمها سلاب ب 20 واوكي. وعلم عليها ما تنساش وتعمل اوكي. البلاطه دي يبقى اسمها، شال هو السهمين دول وسماها بلاطه سلاب ايه 20. لسه ما غيرتش نعمل لها موديفيكيشن في الاخر بقى، طالما ال 4000 بيس اي واحد يقول لي خصائصها ايه؟ مش عارف، ما انا ممكن اعمل لها موديفيكيشن في الاخر على الاف سي 250 ولا الاف سي 300. النقطه دي واضحه يا جماعه؟ طيب آه عايز اخصص قطاع الكاميرات. الكاميرا مش مساحه، الكاميرا فريم. يعني انا بعلم على البلاطه واقول له اساين وشيل. طب الكاميرا بقى انا معلم عليها اساين وفريم وايه؟ فريم سيكشن. يبقى انا هاجي دلوقتي اعلم على الكاميرات، ولو ايدي جت على
على بلاطه مفيش مشكله طالما احنا هنقول له قصين وفرين. بس ايدي بقى ما تجيش على العمود يا جماعه، لان لو جيت على العمود، العمود يعتبر فريم سيكشن، هيتخصص بنفس القطاع تمام. والبلاطه ممكن الغي السليكت على بضغطه بس كده، يبقى انا معلم على قد ايه؟ على 7 فريمز. طب والشيلي ده اللي هو الاوبننج، يعني بيعتبره شيلي مساحه يعني تمام. ممكن اشيل، يبقى انا معلم عليها يا جماعه. ولو علمت على شيلي برده مش مشكله، لان انا هقول له اساين وفريم وايه وسيكشن بروبرتي تمام. شوف الداتابيس دي كلها قطاعات قديمه موجوده في البرنامج تمام. اقول له مودفاي واد بقى، عايز اضيف قطاع جديد، اد نيو بروبرتي. وانت ممكن تقعد تمسح في القطاعات دي لو انت مش محتاجها تمام. ممكن تقعد تعمل ديليت بروبرتي دي، تعلم على القطاع وديليت بروبرتي تمام. طب انا اقول له اد، عايز اضيف قطاع جديد وقطاع. والله شوف بقى مقسم لك القطاعات ازاي بقى هنا. يقول لك دي قطاعات تتعمل كونكريت، دي قطاعات تتعمل ستيل، ده قطاعات تتعمل كومبوزيت اللي هو حديد مثلا مع خرسانه، سواء كان الحديد بره والخرسانه جوه، او سواء كان الاي سيكشن جوه او الحديد جوه وقطاع الخرسانه بره. دي قطاعات كومبوزيت ودي قطاعات سبيشال بقى باشكال مختلفه يعني تمام. انا ممكن اقول له قطاعات ايه كونكريت. انا عايز اعمل كاميرا مثلا في الجوانب، انا عامل مثلا كاميرا بيم 25 مثلا في 70 تمام، حسب البحر بقى. انت ممكن تفرض ال على 12 او ال على 10، او انت ممكن تفرض رقم وتشوف بقى العزوم اللي موجوده. والماتيريال 4000 بي اس اي، واي قطاع انت بتعرفه ممكن تديله كلر تمام. والبلاطه برده كان فيها نفس الاوبشن ده تمام. طيب المهم يعني هي كونكريت ريكتانجولر. طب انت بعد ما جبت كونكريت ريكتانجولر حبيت تغيرها مثلا لبايب ولا باي قطاع تاني، مفيش مشكله تمام. طب الدبس بتاعها مثلا 0.7 والويتس مثلا 0.25 اوكي، طلعت معايا بره في وسط القطاعات اوكي. علم عليها واعمل ايه يا جماعه؟ ابلاي. بس بقى الكاميرات اللي بره دي بقى اسمها بيم ايه؟ 25. السكيل قليل، ممكن نبقى نكبر السكيل ده بعدين تمام. النقطه دي كده تمام. طيب لسه يا جماعه ايه العمدان والشيرول، نخصص كده القطاعات دي سريعا ونعمل الاوبن والبلاطه والكاميرات كده بسرعه عندنا. الديفولت للقطاعات كلها ب زي ما انت شايف القطاعات كلها ستيل. طيب ما هو انا برضو لسه ما صممتش، مش عارف القطاع كام، هو لسه صممت. لما اصمم بقى اقول لك القطاع ده كذا وده كذا لما اعرف الاحمال تمام. فهتلاقي في الكاد هنا ممكن يكون في قطاعات افتراضيه، يعني انا هنا في القطاع ده اللي انا فارضها، ممكن تلاقي في الكورنر مثلا ضايف قطاعات قليله، جوه مثلا ضايف قطاعات اكبر، في النص في شيرول تمام. يبقى انا القطاعات اللي انا هعرفها في البرنامج كلها قطاعات امبيريكال، حاجه انا فارضها. بس لما افرض برضو بالسنس، يعني ما تجيش في كورنر تدي قطاع اكبر من في ايدج، تدي قطاع اكبر من اللي جوه خالص. واضح يا جماعه النقطه دي؟ طيب فانا مثلا في عندي كام قطاع، يعني انا كتبت الدايمنشن على كل العمدان اللي انا راسمها. مثلا انا افرض ان ده 95 وده 95 وده 95 وده 95. فانا ممكن بقى اعلم على الاشكال دي من العمدان، يعني دول كده اربع عمدان مع بعض اللي هما الاثنين اللي فوق والاثنين اللي مايلين دول، العمود ده والعمود ده. شوف لما اجي اعلم على العمود يا جماعه حاجه مهمه قوي، ما تروحش تضغط عليه كده كده كده، ما امسكش العمود تمام. يعني هو كده ماسك اتنين فريم بس اللي هما فوق وتلات نقط. لا، لما اجي اعلم على العمود اعمل عليه شباك يمين كده، بعد كده اقول لك هما تلاتة فريم انا ماسكه. النقطة دي يا جماعة مهمة أوي، تلاتة فريم البرنامج ماسكه. طيب هنا برضو فين ال 95؟ نبص بقى في الكاد، يعني أنا عندي 95 تاني، ده 95 اللي هو قصاد الحيطة دي تمام. يبقى اللي هو قصاد الحيطه اللي فوق دي، ده شباك يمين كده عليه، يبقى كده ماسك كام عمود؟ ولسه في ده كمان تمام. يبقى انا عندي خمس عمدان، عايز اديلهم قطاع كام يا جماعه؟
30 في 95 وده قطاع اسمه افتراض، يعني واحد يقول انت جبت ال 95 منين؟ انا فرضته 95 تمام؟ اساين وفريم وسكشن نفس الخطوه اللي عملتها في الكاميرات، طبعا الخط زي في الكاميرا زي العمل، بس اقول له قطاع جديد اد والعمود ده ريكتانجولر هسميه مثلا كولوم 30، احنا قلنا بتسمي باي اسم بس تبقى عارف الاسم ده قطعه كام. الماتيريال برضه نفس الكلام، هو ده لون بيدي لون اوتوماتيك او انا ممكن اغيره، ممكن اقول له بوينت 5 9 في بوينت 3 وخلي اللبس يعني. طب واحد يقول لي طب ما في عمدان افقيه وراسيه وفي مايله مع الميل ده، ده هنظبطه بقى دلوقتي يا جماعه، ان انا اقدر الف بقى اللوكال اكسس للخط باي زاويه انا عايزها، امشاها مع الميل ده راسي افقي باي حاجه. اوكي تعرفت ايه؟ اوكي علم عليها بس كده واعمل ابلاي وما اقفلهاش لان في عمدان كتير لسه. تقول لي ده اتعرف اهو بس ما جاش بالالاين منت، ده انا عايز اطلع ده لفوق الفه بزاويه وهكذا واميل ده مع الخط ده، هنشوفها دلوقتي تمام. نشوف بقى القطاعات اللي عليها الضوء، نشوف مثلا 150 دي 150 اللي هو ده واللي على الشمال فوق ده وده كان باللي اتعرف. بص كده يا جماعه 150 والاربعه دول تمام، والاربعه دول نجيب كده شباك يمين على الاربعه دول. يعني عندي كام عمود علمت عليهم؟ 7 عمودات تمام. ده بقى نقول له موديفاي تاني واد، عايز اعرف عمود ريكتانجولار كونكريت كولم مثلا 30 في 150. ما هو ده سؤال مهم، وانت انا بقى لما الحته دي هقولها لما اجي اصمم بقى، لما اجي انفذه. انما انا هنا هثبت قطاع، لان اصلا القطاع اللي هي فرضه ده امبيريكال برضه. هو متر ونص في كام يا جماعه؟ في بوينت 3، خلي بالك من الوحدات. اوكي ونعلم عليه بس ونعمل ايه ابلاي لان لسه محتاجينها تاني. طيب في عندي 80 اللي على اليمين فوق، ونعدي واحد ونجيب اللي بعده اثنين اهو تمام. يبقى اللي على اليمين فوق ده 80 وده 80 وده 80 وده 80 تمام كده. نقول له برضو اد وكونكريت ونقول له قلم 30 في 80 بوينت 8 في بوينت 3 اوكي والله لسه في قطاع اهو. ده كان ايه بقى؟ ده كان متر 20. فانا ممكن طبعا الحيطه بقى حاجه تانية يا جماعه مش هتتعرف من هنا. اقول له موديفاي واد وكونكريت نقول له كولم 30 في 120 1.2 في بوينت 3 تمام كده بقى. اوكي خلاص كده في اي فريم سيكشن لسه ما تعرفش تمام. لسه بقى تقول لي ايه؟ طب هو دي الزوايا بتاعته اصلا؟ ده عندي العمدان دي اصلا اللي فوق دي كلها كانت شكلها عامله ازاي يا جماعه؟ لسه الجوله الصغير. تصدق احنا نسينا ده. طب ماشي هنفتح تاني. ده 45 في 30 شباك يمين كده. بس خلي بالك شباك يمين، شوف انا جبت الكاميرا ازاي غلط. شباك يمين على العمود كده. انا مسكت فريم سيكشن اهو، ما مسكتش الكابول اللي احنا كنا عاملينه. الساين فريم سيكشن مش عامل ايه؟ فريم بس بتاع العمود، واحد فريم اللي هو العمود الرأسي. هو مسك لي، هو مسك العمود فريم. على العموم لو ما جاش هبقى فاهم ان انا ما جبتوش مش هنقصر. وطبعا يا جماعه لو هو ما اتعرفش بالقطاع اللي انا عايزه هيبقى هو ما جاش. بس انت بتعمل عليه شباك يمين بس. تمام. يبقى انت خلي بالك انا ما بعملش شباك يمين عليه كله. ممكن تعمل شباك يمين على الكورنر بتاعه بس الكورنر اللي كان ممسوك منه تمام. اصل انا لو عملت شباك يمين عليه كله ممكن اغلط واقوم جايب الكابولي،
فيتخصص بقطاعه. لا تمام، تكون الناس كلها بيجي مثلا يعني ايه كلها على اليمين مثلا؟ لا مش لازم، انا مش لازم حسب اللوكال اكس ولسه هنشوفها دلوقتي. طب بصوا يا جماعه كده، انا بقى عايز كل العمدان مرسومه افقيه. طب انا عايز ده راسي وده راسي وده راسي، كل ده قال لك علم على العمدان اللي انت عايز تقلبها راسي. يعني كام عمود راسي عندك؟ كل اللي في الواجهه دول راسيين، وكل اللي على اليمين دول راسيين ما عدا طبعا اللي تحت ده، والاثنين بتوع السلم حفظناهم كده يا جماعه. يبقى اللي فوق واليمين والاثنين بتوع السلم. نيجي بقى هنا كده، شباك يمين على كل دول، وده 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 والاثنين بتوع السلم دول. انا مسكت 10 عمدان تمام. طيب بلف اللوكال اكس ازاي بقى؟ الساين وفريم ولوكال اكس. يبقى انا عرفته من فوق سيكشن، هنا بقى اعمل له ايه؟ لوكال اكس، يعني اغير في اتجاه اللوكال اكس للعمود. الفها بزاويه كام يا جماعه؟ 90 درجه. شوف كده لما اقول له ابلاي، بس خلي بالك خلي بالك قوي من الاتجاه. شوف هو انا كنت عايز الفه العكس ولا كده؟ لا عايز الفه لفوق. يعني شوف هو اصلا شايف العمود ده المفروض يقفل مع الكابولي ده لو لاحظت. يبقى انا كنت الفه ايه بقى؟ سالب 90. طب وانا لسه علم عليهم تاني. في نوع يا جماعه اوبشن جميل قوي يقول لك ايه؟ بريفيوس سيلكت. شايف ده؟ وده كان موجود في السبعه على فكره. لو ضغطت على بي اس دي يجيب لك اخر سيلكت انت عملته، مش هعلم عليهم تاني. انا بعمل ترايل ما ظبطتش، هرجع تاني الف. هقول له مثلا ايه؟ لفه لي سالب 90. شوف كده؟ فعلا انا عايزه كده. انا عايزك تلاحظ كده، شوف العمود يا جماعه جه مع الاوبن بالظبط. انا كنت راسم الاوبن ده على حدوده. شايف الاوبن جاي على حدوده بالظبط ازاي؟ يعني جه كاني راسمه في الاوتوكاد هنا يعني في البرنامج. تمام؟ لا ما انا جايبه معمول جاهز. ما هو انا عملت الكلام ده كله المره اللي فاتت، عشان قلت لك انا لفيته وظبطته. انا جايب بقى بعمله بالالاينمنت بتاعته دي. تمام؟ انما اللي مش هروح دلوقتي اروح الف ده افقي وابوظ الدنيا تاني، لا. هو انا خلاص اتاكدت ان راسي ده كده تمام في المعماري في جميع الادوار اللي تحت. خلاص انا بجيبه على اتجاهه كده. تمام كده النقطه دي؟ طب بس في حاجه، العمدان ديت مش افقيه. يعني شوف كده ده مايله. تمام؟ وخلي بالك اللوكال اكس هو طبعا لما انت بتلف لوكال اكس بتظهر لك كلها. تمام؟ انا ممكن اخفيها يا جماعه بإف 4 او اند فورم تشيب دي. المهم انا عايز العمدان دي الفها بزاويه، اعلم عليها كده. طب زاويه كام بقى؟ اجيبها زي دي. وده برضو وده. طيب الزاويه دي بقى اجيبها من الاوتوكاد يا جماعه، لان طبعا انا عايز اعرف ده مايل بزاويه كام. ممكن واحد يقوم راسم خط افقي كده، وانا عايز اجيب الزاويه بين الخط الافقي ده واللي مايل ده، دي الزاويه اللي انا عايزها هناك في الايتام. في امر كده تعرفه برضو اسمه دايمنشن انجولار. لو كتبت على الكيبورد دي اي ان، دي اي ان، لو ضغطت على الخط الافقي ده واللي مايل يقوم يجيب لك الزاويه بينهم. لو قلت طلعت لبره تجيب لك المكمله اللي هي 180 ناقص الزاويه. لان ايدي بينهم اهو يا جماعه مايل لدي 6 درجات، يعني الخط ده مايل على الافقي 6 درجات. تاني يا جماعه رسمت خط افقي وقلت له دي اي ان انتر، ضغط على اللي مايل وضغط على الافقي. هم اصلا كلهم على نفس الخط؟ كلهم على نفس الميل. طب في واحد مايل تاني، يعني جيت لقيت بس اكيد العمود هيفضل على نفس الميل. لقيت في عمود مايل بزاويه ثانيه ارسم له خط افقي لوحده واجيب ايه الميل بتاعه. دي اي ان، دي اي ان انتر، وبعلم على الخطين انا عايز اجيب الزاويه بينهم. تمام؟ طيب انا اروح بقى الايتام يا جماعه، انا جايب العمدان اهو. طيب اقول له بقى موجب 6 ولا سالب 6؟ خلي بالك هي موجب هنا بتلف
ها عكس عقارب الساعة، يبقى لو قلت له سالب سالب 6 درجات. انا عايز الف كده مع عقارب الساعة يبقى 6 درجات، يبقى سالب 6 درجات. شفنا يا جماعة ايه اللي حصل؟ جاب نفس الميل بالظبط اللي انا عايزه، تمام، بنفس، وده جه في نفس المكان بالظبط، بس ده ما مالش ولا ايه؟ ما كناش علمنا عليه؟ لا ما كناش تقريبا علمنا عليه. شوف جاي بنفس الالاينمنت بتاعه، تمام. طبعا العمود كان في السابق يا جماعه نقطه، ما كانش بيظهر قطاع كده خالص، تمام. طيب انا في اي حاجه ثانيه محتاج الفها باي زاويه؟ لا خلاص اقفل بقى دي كده واقول له اند فورم تشيب يخفي لي خطوط الشبكه دي كلها، او يخفي لي قصدي اللوكال اكس اللي ظهرت على الخطوط. لسه ايه يا جماعه في الموديل ده عشان نبدا نرفعه بقى؟ ها شير وول. بس سؤال، هي الخط ده شير وول؟ لا ده يا جماعه ده فريم سيكشن. طب وظيفته ايه؟ انه بيعرفني ان المكان ده فيه شير وول. فانا بقى مش هقول له مش هعلم على الخط اقول له اصاين، لا ده انا اروح بقى ديفاين اعرف الحيطه وارسمها بقى بالاوامر بتاعتها اللي هنا هنشوفها دلوقتي. يبقى هنا اصلا الشير وول مش جاي من مش جاي من هناك مرسومه جاهزه، ده انا جاي لمكانها بس، وبعد ما ارسم الشير وول همسح الخط ده لانه ماليش لازمه بالنسبه لي لانه يعتبر كاميرا. النقطه دي واضحه يا جماعه؟ طيب يبقى ديفاين وسكشن بروبرتيز، وقلنا انا عايز اعرف ايه حيطه وول. ممكن اعمل موديفاي للحيطه دي، او ممكن اقول له اد حيطه جديده. حيطه مثلا ممكن افرضها 30 سم في الفلات، دايما اقل عرض سواء عمود او حيطه 30 سم، تمام. والماتيريال 4000 بي اس اي، وهي شيل سن عشان اقل من 30 سم، اقل من 40 سم قصدي. وهي سمكها كام يا جماعه؟ بوينت 3. ما شيل سن السمك نفسه، يعني مش هنقولها زي الاريا سيكشن كده، البلاطه اقل من كانت 20 سم فعم شيل سن، الحيطه برضه شيل سن. طب انا خزنت في البرنامج حيطه اسمها وول 30، اجيبها ازاي بقى وارسم بقى ازاي؟ لا مش اصاين بقى، هرسم بقى. ما هو اصاين يبقى هي موجوده بعلم عليها واقول له اصاين وخصص لها قطاع. كلمه اصاين دي يعني تخصيص. علمت على البلاطه وقلت له اصاين وشيل، علمت على الكاميرا بس الحيطه اصلا مش موجوده. فانا خزنت لها القطاع الاول ورايح ارسم ايه؟ هرسم بيها. طب هي فين الامر بقى بتاعها؟ قال لك في امرين يرسموا حيطه. الكلام ده بقى ما كانش موجود في الساب، تمام؟ ما كنتش اقدر ارسم حيطه في الساب ولا الكلام ده. طيب انا ممكن ارسم حيطه من نقطتين، يعني احدد بدايه ونهايه الحيطه اللي هو اسمه درو وول ده، تمام؟ او ممكن ارسم حيطه اسرع من نقطه اسمه كويك درو وول. بس خلي بالك من النقطه ده ما ينفعنيش هنا، ان من نقطه لا يلزمني جريد لاين، خط شبكه مرسوم انا بضغط عليه ويرسم. لا انا ما رسمتش جريد لاين، انا جايب الرسمه من الاوتوكاد. فاقول له بقى لا منين؟ من نقطتين. طب والحيطه كان اسمها ايه يا جماعه؟ قول 30. طيب واجي بقى هنا، تمام، اخترت قول 30، واجي بقى هنا اقول له من النقطه دي للنقطه دي، ده حيطه. كليك يمين يخرجني من الامر، من الامتداد ومش الامر، من النقطه دي للنقطه دي. كليك يمين يخرجني من اللي. طبعا انا رسمته استرعت كنترول زد، طبعا اقول له من النقطه دي للنقطه دي، كليك يمين واطلع من الامتداد، من النقطه دي لا ال 30 دي اللي هو السمك نفسه هندسه، ماشي السمك ماشيين. طب 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 بس طب ما كده نصين، بس من 15 ل 15. ايوه طب ما عشان كده لو فاكر انا كنت في الاوتوكاد برسم من الميد بوينت، مش قلت لك ارسم الخط من الميد بوينت؟ ال 30 دي اللي هو السمك. طب طولها كام بقى اللي يقول لي ده اللي هو الخط اللي انا رسمته؟ واضح يا جماعه؟ طب الفريم سيكشن دي ليه لازمه؟ الخط ده ليه لازمه؟ اعلم عليه كده، بس اتعلم عليه بحذر بقى، ما تروحش تعمل شباك كده تجيب الاثنين مع بعض وتمسح. لا بعلم عليه كده يا جماعه ضغطه، تمام، واقوم عامل ايه؟ ديليت النقطه دي كده، فيها مشكله؟ تمام. بس لا انا طبعا دلوقتي البلان ظاهر قدامي في الاكس، هو لو بصيت في 3 دايمنشن
في 3 دي يبان لي بقى المجسم بتاعه. بس ده يا جماعه ايه 2 دي، بس ده قصدي ايه سقف واحد، هو مود الاي في 3 دايمنشن بس ده سقف واحد. تمام، انت عايز تجيب ده بقى فين؟ عايز تكرر ده سكني مثلا، عايز تجيبه في العشر ادوار الاخرى، ولسه عايز اجيب تاني من الاوتوكاد ملف اداري تمام كده، وملف ارضي وهكذا. يبقى ده يا جماعه بالنسبه لي ده سقف لسه عايز اكرره في الادوار اللي فوق. نخصص كده القطاعات اللي باقيه بسرعه عشان نشوف بقى الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا. بسرعه بقى يا جماعه، يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ ما تاخدش مني وقت. تمام، انا عايز بقى ابدا ارفع الكلام ده للمستويات بتاعته، يعني عايز اقول له انا عايز اعمل مثلا 10 مستويات للمتكرر للسكني وثلاث مستويات لكذا. تمام، هنعمل بقى دي ازاي؟ هو ده المفروض ده مش مكانها، ده لا فين؟ ده لا في ستوري واحد، ده لا الدور اللي تحت خالص. هفتح بقى قائمه ايديت وايديت ستوريز اند جريد سيستم، دي بقى هفتحها كتير قوي. تمام، انا عايزك تحفظ دي كده، ايديت وايديت ستوريز اند جريد سيستم. انت هنا ما فيش عندك الا ايه؟ ستوري واحد. ال 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 الشاشه اللي فوق دي يا جماعه للتغيير او للتعديل او في الستوري داتا، واللي تحت دي في الجريد سيستم في اكس وواي. يعني شايف الحاجات دي كلها كده، دي بتاعت اكس وواي، ودي بتاعت الاليفيجن اللي هو الستوريز بقى والارتفاعات، وعايز تزود وهكذا. تمام، طب في ايقونه تحت هنا اسمها كويك اد ستوري، لو ضغطت عليها كده يزود لك دور. طب انا ممكن اضغط عليها كم مره؟ شوف بقى لحد ما توصل. بس خلي بالك انا عايز اعمل كام دور؟ 15 دور مش كده؟ 15 دور. تمام؟ طب ال 15 دور دول انا اتحكم فيهم ازاي والارتفاعات بتاعتهم؟ اعمل موديفاي من هنا كده يوم يجيب لك الادوار دي كلها قدامك. يجيب لك الادوار دي كلها قدامك. طب انا دلوقتي يا جماعه عامل كام دور؟ منهم دور بيزمنت. تمام، خلي بالك دور بيزمنت اهو، دور بيزمنت ودور ارضي وثلاثه مثلا ثلاثه اداري، وفي 10 كمان ايه 10 سكن. تمام، طيب انا هبدا بقى ممكن تغير في الاسامي، يعني ممكن ابدا تحت اقول له ايه، انا البيزمنت مثلا على ليفل سالب 3، او ممكن انا ادي له اي ليفل مش مشكله. تمام، او البيزمنت ايه؟ لا مش نفس البلان. ده انا بعمل ايه يا جماعه؟ حد عارف انا بعمل ايه؟ انا بديله بس الموديل في الفراغ، بديله الموديل في الفراغ، وهبدا بقول له ركب لي دي في ال 10 ادوار دول، وهجيب لك حاجه ثانيه هتجيبها كل دور لوحده. ايوه، يعني انا دلوقتي بديله الموديل في الفراغ. كانك كده بتعمل ايه يا جماعه؟ الشده الخشبيه بتاعتك اللي لسه هتبني فوقها النموذج. ايوه واضح؟ طيب هنا بقى تقدر تتحكم في تغيير الاسم، اقول له دي سماها بيزمنت، سماها مثلا مش عارف كذا، وتتحكم كمان في ايه؟ في الارتفاعات. تمام، يعني انا هنا مثلا اقول له اعمل لي جراوند. تمام، اعمل لي ده مثلا دور اداري واحد مثلا، ممكن تغير في الاسم، اقول له ادمنستريتيف مثلا واحد. تمام، وهكذا. طب والادوار اللي بعد كده بقى كلها ادوار يا جماعه؟ سكنيه. ممكن الادوار المتكرره الريبيتد مثلا ار 1 مثلا ار 2 وهكذا. يبقى انت عارف ان ار دي يعني بتدل على مثلا حاجه متكرره او كده. ار 3 ار 4 وهكذا بقى. يعني انا عندك بقى عندك مثلا 20 دور، كل دور كل 3 ادوار مختلفين عن بعض، فتبدا بقى تصنفهم هنا. طب انا مثلا دلوقتي هعمل الارض البدروم مثلا على سالب 3، يعني تحت الارض. الارض مثلا ممكن يبقى فيه محلات وكده، ممكن اعمله 4 متر او 5 متر. السكني مثلا او الاداري ممكن يتعمل 92 مثلا، او ممكن تقلل فيه شويه. السكني مثلا ممكن ايه؟
ممكن تسيبه. واضح يا جماعه كده؟ يبقى انت متاح ليك ان انت تتحكم في المناسيب دي كلها. واضح كده النقطه دي؟ تمام. ويجيب لك فوق بقى الاليفيجن ده منسوبه كام من سطح الارض. يعني ارتفاع المنشأ ده مثلا 40 متر من سطح الارض. وضحت النقطه دي يا جماعه كده؟ اوكي. شوف الاسامي اتغيرت بره. اوكي. طب هل دي البلاطه اصلا ولا الكاميرات؟ لا ده فراغ، هو حجز لك مكان في الاتاب للفراغ ده في 3 دايمنشن. تمام. يبان بقى من بلان ده، لو ضغطت على بلان دي يجيب لك المستويات دي بقى كلها. تمام. انا مثلا دلوقتي اللي بره دي مرسومه فين؟ مرسومه مثلا في الجراوند، علم على جراوند وابلاي فتيجي ايه. انما لو انت طلعت في اي مستوى من اللي فوق دول وعملت ابلاي هوا، بس هو محجوز له مكان فين؟ في البرنامج. واضح النقطه دي يا جماعه كده؟ طيب انا هبص في ال 3 دايمنشن تاني، عايز اقول له المستوى اللي قدامك ده تاخده قط من هنا وتنقله ل ار 1 وار 2. يبقى انا عايز اعمل زي كوبي كده، زي كانك في الاوتوكاد كده بتعمل كوبي لملف من مكان لمكان. فانا اعلم على الرسمه دي كلها يا جماعه، اعلم على الرسمه دي كلها وكوبي بقى في الايتاب اسمه ريبليكيت. ريبليكيت عايز اكرر. ايديت ويا جماعه او كنترول ار. طيب انا عايز اكرر لينير ولا راديال ولا ميرور ولا ستوري. عايز اكرر ستوري، عايز اقول له الكلام ده كرره لي في ار 1 لحد ايه؟ ار 10. من ار 1 لحد ار 10. بس والله انا محتاج الاصل اللي تحت ده. ده اللي تحت ده في مستوى تاني او في سقف تاني، اقول له امسح ايه؟ ديليت اوريجينال اوبشن، امسح لي الاصل ده. ابلاي كده. تمام؟ واوكي، خلاص هو خد لك ده وكررهم في ال 10 ادوار اللي فوق. طب ما لسه يا جماعه، لسه انا عايز ايه؟ لسه انا عايز بقى نفتح التوكات تاني كده، الملف التاني اللي هو اسمه طور واحد ده. ده سقف، ده نوع، لسه في كمان ايه؟ اداري، ولسه في ايه؟ طب السؤال بقى هنا يا جماعه المهم جدا، هل العمدان اماكنها اتغيرت؟ طب هل الكاميرات انا هغيرها؟ لا. طب هل الشير وول انا غير مكانها؟ يبقى في عندك ثلاث حاجات في الايتاب انا هنزلهم زي ما هم في الاداري وفي الارضي وفي البيزمنت. اللي هيتغير بس حاجتين، ان شكل السقف اتغير. تمام. والاوبننج، وانت ممكن تشوف عندك منور ما فيش مناور هنا مثلا. واضح النقطه دي يا جماعه؟ يبقى انا ممكن اغير في شكل السقف. كان هنا مثلا كيرف، هنا بقى مثلا خط، هنا مثلا ما فيش كوابيل خالص، هنا كان في مناور، لا ما عادش في هنا، او قلت او وقفت، وقفتها على 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 سطح على ارضيه الارضي مثلا. واضح يا جماعه النقطه دي؟ يبقى انا بقى ارجع افتح الكات تاني واقول له هات لي بقى ايه طبقه سلاب وطبقه اوبن، بس هرسمهم تاني بس مش في نفس الملف، لان ده خلاص بقى بتاع الدور المتكرر، الدور السكني. انا هعمل سيف اس تاني على الديسك توب، واقول له بقى اعمل لي ملف دي اكس اف تاني جديد اسمه جراوند، واحط له في حدود جديده بقى جراوند بس دي اكس اف فايل. تمام. فين؟ على الديسك توب. واروح امسح مين؟ امسح ده. ده بقى ملف جديد، خلي بالك طور واحد زي ما هو بره على الديسك توب، انما ده ملف جديد. اروح اجيب بقى طبقه ايه؟ طبقه سلاب، وامشي على الحدود الجديده بقى. فاهمين يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ بي ال انتر، وامشي بقى على الحدود. بس يا ريتني شغل الاوبجكت سناب كلها عشان احنا كنا مأكتفين حاجات معينه. مش مشكله، ممكن ما هو خلاص ده ملف جديد، الكلام ده منسوخ قبل كده اكتر من مره، فعادي ممكن اشتغل على القديم. نمشي بقى على الحدود تاني اهوت ونشوف ايه اللي اتغير بقى والكلام ده. في كيرف بقى يا جماعه، تبقى تكتب ايه انتر زي ما احنا قلنا وانت شغال، ترجع للبولو لاين تاني تكتب ايه اللي انتر. خلي بالك الحته دي برضو اختلفت عن الـ عن الـ عن السكني. سي انتر يقفله بقى طالما اخر ضلع.
هو ده بقى الحدود الجديده، ده اللي انا عايز اوديها الوحيده بقى هناك تاخد مستواها. طب هل الاوبن اتغير؟ الاوبن في سلم، في سلم زياده عندنا طبعا. انا اجيب بقى طبقه اوبن، طالما في حاجه زياده بقى يبقى نرسم كله، يعني ما يعني عشان ما نقعدش نجيب اللي هناك ونجيبهم على بعض، لا يبقى نرسم كل الاوبن ونبعته مره واحده. بي ال انتر، ونيجي بقى نقول له والله الاوبن ده نمشي على حدوده كده، يعني ممكن احنا نوقف لحد هنا. حدود السلم وسي انتر، تمام. طيب وده يا جماعه ده اسانسير، يعني فراغ برضو في السقف ريكتانجل بقى، طالما حاجه مستطيله زي ما احنا قلنا قبل كده. وده برضو اسانسير اوبن، على فكره حجمه اتغير عن اللي كان هناك اعتقد يعني. وده برضو اسانسير، بس خلي بالك الاسانسير ده كان هناك برضو، ده ممكن نكون نسينا ده. انا ممكن نجيب الاوبن بتاعه مثلا اهو، والاوبن بتاع ده اهو، تمام. وفي بولو لاين هنا هنمشي مع الحدود بتاعه السلم ده. وسي انتر يقفل. في اوبن هنا برضو احنا كنا تمام. في اوبن هنا برضو، بس خلي بالك دي يا جماعه زي بلكونه كده، يعني ما تبداش الاوبن من تحت، شوف الاكس واقفه فين، تمام. بس ده على فكره ريكتانجل، نقول له من النقطه دي واطلعه كده، وده اوبن ريكتانجل برضو من النقطه دي طلعه. طب في اي فراغ تاني؟ بس دوم احنا بقى معلمين على دي كده كوبي او موف، لا موف بقى طبعا لان هنقلها خالص. وامسك منين بقى يا جماعه؟ حد فاكر؟ مجبر على النقطه دي، مجبر على النقطه دي، واقوم نازل تحت وكاتب صفر وصفر. زوم اكستند كده، تيجي تحت فين؟ في الصفر والصفر، لازم تكون نفس النقطه عشان ما يحصلش شيفت ما بين الادوار. طيب وسايب ده بقى يا جماعه كنترول اس كده يحتفظ باخر تغيير واقفله بقى، تمام. ونيجي بقى لايه؟ للايتاب، نقول له فايل، خلي بالك بقى امبورت، بس يا ريت قبل ما نعمل امبورت ننزل الحاجات اللي هتبقى ثابته، العمدان والشير وولز والكاميرات مثلا لو معانا. واضح النقطه دي يا جماعه؟ طيب انا اروح بقى اقول له ايه؟ هات لي مثلا اي مستوى من فوق، مثلا الدور العاشر، تمام، في المتكرر، وعايز اعلم بس على العمدان اللي هتتكرر والكاميرات ومين كده ومين تاني يا جماعه؟ هو طبعا وانا بعلم كده ممكن اغلط واجيب البلاطه تاني اللي انا ظبطتها هناك والاوبن، ففي من علامه صح ده ايه؟ دي برده بتاعت زي بتاعت الساب، بس التوزيع مختلفه شويه. يقول لك انت ممكن تخفي اي حاجه انت عايزها، انا ممكن اخفي مثلا يا جماعه البلاطه الفلور، ممكن اخفي الاوبننج، في حاجة تانية عايز اخفيها؟ لا الباقي بقى انا عايزه. انا عايز العمدان وعايز البيمز وعايز الكولمز. تمام؟ اوكي كده؟ دلوقتي لو انا علمت على دي كده شباك، كده امسك لي دي دلوقتي. بس في حاجة بقى، انا واقف فين في الدور ده اهو؟ الريبيتد 10 ده؟ تمام؟ انا مكتوب تحت هنا ايه يا جماعة؟ دي معناه ان انا لو علمت على حاجه هنا هتتمسك في المستوى ده بس، انما في حاجه تانية اقول لك اول ستوريز، لو انا كنت مختار اول ستوريز وعلمت على حاجه هنا هيمسكها في جميع الادوار. يبقى انا خلي بالي انا همسك العمود مره واحده، يبقى انا عايز كوبي من العمود مره واحده.
ما امسكش العمدان كلها اللي تحت يبقى عمود مثلا بالارتفاع كله وراح انسخه في دور واحد، لا وان ستوري وامسك ده. اما سيميلر ستوريز ده لسه هنشرح عليها مثال بعد كده، بس انا دلوقتي عايز افهم وان ستوري وول ستوري، ده دور واحد وده جميع الادوار. يبقى انا اعمل وان ستوري واعلم على دول، وايه بقى يا جماعه؟ ريبليكيت بقى. هشوف انا بص في 3 دايمنشن كده انا معلم على مين؟ على اللي فوق بس، مش اول ستوريز. اقول له ايديت وريبليكيت، والله العمدان والشير وول والكاميرات دول كررهم لي فين بقى؟ من اول الدور الاداري لحد منزل بقى. لا ده نسيته، عملت ديليت سبتها الديفولت كنترول زد طبعا يا جماعه، لان انا مسحتها من فوق نزلتها تحت. بريفيوس سيلكت تمام. لا بس خلي بالك بريفيوس سيلكت راح جايب النقط وساب اللي فوق، للاسف هنجيبها تاني. نعلم عليهم تاني كده تمام. هقول له كررهم لي فين؟ في من اول الاداري ده، وامسح واشيل الصح اللي قدام ديليت عشان ما يمسحش اللي فوق. وضحت النقطة دي؟ أقول له أبلاي. بس أقول له بقى بين لمين اللي أنا خافيهم؟ الفلور وبين الأوبننج بس. طب إحنا عايزين بقى نركب في المستويات اللي تحت دي السقف الإداري اللي أنا لسه عامله. هو كان اسمه إداري ولا جراوند؟ أنا هو إداري على فكرة وأنا سميته جراوند. تمام؟ مفيش مشكلة يعني. أقول له فايل. وامبورت. بس المره دي بقى يا جماعه ما اقولوش دي اكس اف فايل في 3 دي موديل، ده انا هجيب مستوى اقول له فلور بلان. ايه الفرق بقى؟ 3 دي موديل انا لسه بفتح من في البدايه الايتاب اللي عملتها بقى في الاول دي تمام، وقمت جايب الموديل كله كامل بالكاميرات بالعمدان كل ده كان في 3 دايمنشن زي ما قلت لك. انما انا دلوقتي هجيب فلور بلان، هجيب مستوى بس، هنجيب مستوى بس. تمام النقطه دي موجود فين؟ على الديسكتوب. واسمه يا جماعه هو اسمه جراوند. دي اكس اف فايل، لا فلور بلان. فلور بلان اقول له هنا فلور بلان، دي اكس اف فايل فلور بلان تمام على الديسكتوب. واسمه يا جماعه واسمه جراوند. اقول له اوبن ده بقى اللي متخزن فيه الداتا بتاعت الدور اللي هو الدور الاداري بقى تمام. اوبن كده، لازم اكون قافله طبعا يا جماعه. الشاشه مختلفه شويه. بيقول لك الكاميرات اسمها ايه؟ انت معرف هناك انت جايب كاميرات؟ لا ما الكاميرات انا اصلا كنت جايبها تحت جاهزه اهي، نفس الكاميرات. طيب انا ما جبتش الا حاجتين بس، فلور وايه؟ طب الفلور كان اسمها ايه؟ اسمها سلاب. اكتب حرف الاس بس كده. اسمها سلاب واحد. انا لا باي طبقه بقى، انا ما رسمتش بهم حاجه، انا مش هجيبهم تاني. هو الطبقه على فكره لازم اعلم قدامها صح عشان تيجي، مش معنى ان كل ده هيجي يعني. طب الاوبننج كان اسمها ايه يا جماعه؟ حرف الاو بس كده. اوبن واحد، علم قدامها صح. طيب الوحدات بتاعت الدي اكس اف فايل ده برضو كانت ايه؟ براحتي كده وانا بتحرك في الكلام. طب والبلاطه كان اسمها ايه يا جماعه؟ دي بقى لان انا كنت شغال فيها قبل كده ومعرفها من شويه ومخزنها في البرنامج سلاب 20. كاميرات واعمده باي قطاع طبعا انا معرفهم قبل كده، مش هيقولي الكلام ده. انت عايز بقى تودي الكلام ده فين؟ فين يا جماعة؟ طبعا انت هنا ما بتختارش على مستوى واحد، هختار اي واحد من الادوار الادارية دي مثلا ادمنستريتيف واحد مثلا، برضو اجنور شورتر زي مش عارف كذا في زد جلوبال، كل الكلام ده فيه اي مشاكل؟ اوكي هيقول لك سيف تاني. من اي تغيير بتعمله طبعا هقول له سيف في نفس المكان بره، سيف يس. نبص بقى كده في 3 دايمنشن يا جماعه. شفت السقف اللي زاد تحت ده؟ شوف الاختلاف طبعا.
كان فوق مش عارف كيرف تحت بقى كسره انت مش عارف زودت السلم كل الكلام ده بقى ايه بقى موجود. نقطه واضحه يا جماعه؟ انا بقى عايز اخد السقف ده ها وعايز اخد السقف ده واعمل له ريبليكيت فين؟ في السقفين اللي فوق اللي هو ادمن 2 و3 تمام. يبقى هنا بقى اجيبه من بلان اسرع، حتى وقفني كده في مستوى ايه؟ واحد وما انساش ان انا عامل وان ستوري عشان ما يعلمش على كله. انا عايز السقف ده بص كده في 3 دايمنشن ماسك سقف واحد بس اهو اديت وريبليكيت يعني كرره لي فين بقى؟ في 2 و3 في 2 و3 وما تمسحش ايه؟ الاصل. النقطة دي فاهمة شكلها؟ معلم على الأعمدة والحاجات دي يعني؟ معلم على الأعمدة وإيه؟ أنا علمتها السقف كله دلوقتي. تصدق واحد يقول لي أنت مش كنت منزل العمدان والكلام ده؟ وفعلا هما جم مرتين بس الإيتاب بقى ده فيه حاجة فيه ميزة إن أنت لو رسمت حاجة بنفس الصيغة بنفس الكلام عليها تاني مش هتيجي. يعني أنت مثلا رسمت عمود قطعه 30 في 150 رحت جبت الامر ورسمت تاني فوق العمود قطاع 30 في 150 في نفس النقطه مش هتترسم تمام. برنامج بيفهم اكيد عارف ان انت غلطت في الحته دي يعني بس انا ممكن اعمل كنترول زد وترجع تقول لي لا انا هرجع تاني كده هقول له في البلان هات لي الدور واحد علم على البلاطه والاوبن بس تمام. اعمل من الصح بقى واقفل ممكن من الصح اسرع يعني تقول له اغفلي بقى كله بقى القلم العكس بقى القلم والبيم والشير وول همسك دول بقى كده شباك عليهم وان ستوري واقول له دول قرروني فين؟ في ادمن 2 و3 تمام؟ بس بقى الطبقات اللي او الوول والاعمده والكاميرات اوكي. للسالي يا جماعه للسالي ايه بقى؟ السالي بقى الارضي. خلي بالك احنا قلنا ملحوظه المره اللي فاتت مهمه قوي ان ارضيه الاداري اللي في اللي في المعماري هي سقف مين؟ هي سقف الارضي. وارضيه الارض اللي هناك اللي انا هجيبها دلوقتي اللي هي سقف البيزمنت. هفتح طور واحد ثاني اهو تمام؟ يبقى دي يا جماعه اللي انا وديتها بتاعت الاداري دي بالنسبه لي هي سقف للاداري وفي نفس الوقت سقف للارض اللي تحته. واللي انا هوديه دلوقتي ده هو سقف مين؟ سقف البيزمنت سقف البدروم. والسكني هو سقف مين؟ فهمنا كده يا جماعه؟ مفيش اسمه البدروم. مفيش اسمه البدروم بقى هو بالنسبه لي اللبشه بقى هو الارضيه نفسها بتاعت البرج. تمام؟ سمات فيه جدران فيها اي حاجه. ما هو ممكن معماري طبعا هو ممكن يكون في معماري في مسقط كمان راسم لك فيه بدروم تمام. طيب نعرف نعمل اللي عملناه يا جماعه دلوقتي كله تاني بس بسرعه اهو انا هعمله يعني انا هسيف ده كده هسميه مثلا جراوند او اسميه اي حاجه اسميه مثلا جي واحد مثلا على الديسك توب ودي اكسيف فايل انا هسميه جي واحد واقف على طبقه ايه يا جماعه سلاب واقول له بي ال انتر وامشي على الحدود معايا كده. على فكره الموضوع سهل بس طول شويه بس تمام. بقى على فكره اسهل بلاطه تترسم بتاعه الارض مفيش فيها كوابيل بقى ولا كيرفات ولا كسرات اهو سي انتر اتقفلت تمام. في اوبن بقى هنا يعني اقول له هنا هات لي اوبن ريكتانجل مثلا هات لي هات لي ده والله في اسانسير مثلا اهو هو المفروض واقف لحد هنا. هو مكان الاسانسير ممكن يعني مثلا حد اختار الاسانسير في الاداري حد خلاص. مكان المشكلة برضه اسانسير فوق في اسانسير كان في السكني انا دي سهله دي ممكن اخد الاريا بتاعته ريبليكيت واكررها في ال 10 ادوار بتوع السكني. يبقى انا مثلا كنت نسيت الاسانسير اللي كان هنا لان ما كانش الرسمه بتاعته كانت ممسوحه تمام؟ فما شفتوش فهو طبعا لو في اسانسير انا هاخد البلاطه بتاعته ريبليكيت واكررها فوق. يعني انا اخدها ريبليكيت من الاداري واكررها فوق تمام. الكلام ده فيه مشاكل يا جماعه؟ سي انتر دي اتقفلت السلم برضو نفس الكلام ممكن احنا بس خلي بالك السلم ده انا ممكن اعمله ازاي يا جماعه؟
لا مش ريبليكيت السلم ده، يعني هتلاقي حجمه مختلف شويه تمام، هتلاقي حجمه او هو ممكن يكون نفس، انت ممكن بقى تاخد نفس المساحه بس انا مش عايز ارسمه تاني، ممكن تاخده كوبي من اللي هناك تجيبه هنا. تعال خلص الاول الريكتانجل ده، الملف اللي اسمه جراوند اللي بره ده ممكن نجيبه تاني. راح فين؟ وسط الهيصه اللي احنا حاطينها دي. دي يا جماعه ممكن كنترول بس اجيب مثلا معاها حاجه ابقى عارفها منها، كنترول سي وارجع تاني جي واحد كنترول في. هو معلم عليه كده كوبي او موف من الكورنر ده واودي للكورنر ده. شوف جه في مكانه ازاي؟ ما رسمتوش تاني. ها؟ عملنا ايه؟ انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ بصوا يا جماعه انا عايز اجيب ده من هناك، رحت معلم على على ده بس ده لو جبته كده مع الحته دي احنا المنور الاسانسير يعني؟ لا دي بلاطه، دي طرقه في البلاطه. دي بلاطه. طيب دي بلاطه؟ لا ده اسانسير، ما احنا نفرغ دي هناك. نفرغ دي تمام؟ ورحت واخد كمان حاجه اعرفه منها اللي هي دي كنترول سي، ورحت جاي هنا كنترول في. عشان ابقى عامل همسك منين بقى؟ همسك من الكورنر ده وادي للكورنر ده. مش الدور ده مش هعمله لا، ما انا الفراغ اختلف، الفراغ اختلف. ما هو خلي بالك في فراغات كتير اتقفلت، يعني كان فينا منور اتقفل، كان فينا منور، في حاجات كتير اتغيرت يا جماعه في المناور اللي هنا. طيب خلي بالك السلم ده لما يبقى حاجه بسيطه كده ما تفرغوش، يعني ده اصلا ما تحلوش لوحده كسلم، اعتبره كانه بلاطه يعني تمام. فخلاص ده انا بقى هسيبه عندي، هقول له هعمل له موف كده بس امسح ده الاول واطلع ده كده ام انتر من نفس النقطه، ازاوم كده نفس النقطه اللي هي يا جماعه النقطه الزرقاء، واجي تحت هنا اقول له صفر وصفر وكنترول اس يحتفظ باخر تغيير، يبقى السقف ده اسمه جي واحد مثلا. ونقفل ده كده ونروح الايتاب نقول له فايل وامبورت. امبورت ايه بقى يا جماعه؟ 3 دي موديل ولا فلور بلان؟ فلور بلان بقى، انا هجيب مستوى موجود فين؟ على الديسك توب واسمه جي واحد. فين هنا؟ هتقول له برضو الطبقات اللي انت عايزها ايه من هناك. انا عايز طبقه سلاب واحد اس سلاب واحد، وعايز طبقه اوبن، وعايز اودي الكلام ده فين بقى؟ في الجراوند بقى. النقطه دي واضحه يا جماعه؟ طيب وسلاب والوحدات مظبوطه وكل الكلام ده اوكي، بس هقول لك سيف تاني برضو. كل ما تعمل اي تغيير هيطلب منك تعمل سيف. طب انا لما عاوز انسخ بنسخ من جوه، بعمل اصايل وبضغط على اللي هو بتعمل ايه؟ لا هو ريبليكيت، بس انا بعمل اصايل اللي هو ايه؟ عدد الدور المستويات ده منين؟ مستويات من بلان دي؟ من بلان. انا عايز اقف كده في الجراوند اشوف الكلام ده. اهي البلاطه، شوف بلاطه الارض اهي يا جماعه. أرضية الأرض دي اللي هي سقف البدروم بالنسبة لي. أنا مثلا عايز أكرر البلاطة دي، لو كان في جراوند تاني مثلا أو كان في اتنين بدروم مثلا باخد البلاطة دي وإيديت وريبليكيت. بعلم عليهم البلاند أخف. لا لا ده بلاند بتجيب لي المستوى. طيب بعلم عليهم عشان أنا عايز أقف في مستوى مثلا الدور السادس في السكني. اقول له ار 6 مثلا والله يجيب لي المستوى. لما اجي بكرر المستوى ده على المستوى اللي بعمله، لا ما بتعلمش من هنا طبعا. انت كده وقفت في المستوى خلاص، اقفلها بقى. اروح اعلم عليها شباك كده واقول له ايديت وريبليكيت بقى، كرر لي دي في كذا وكذا وكذا. وريبليكيت ستوري بقى تمام. النقطة دي كده واضحة يا جماعة؟ كده المنشأ بتاعي بقى كامل بقى يعني. بس احنا كان في برضه بلاط الاسانسير احنا كنا برضه بنقول عليها اللي هي البلاطه دي. طب ده انا عايز اجيبها في ال10 ادوار اللي فوقها، لو طلعت كده بالسهم يطلعك برضه.
هي مش موجوده في ار 1 و2 لحد 10. فانا علمت عليهم اقول له بقى ديت ريبليكيت، لان دي كانت ممسوحه من المعماري وما شفناهاش. ريبليكيت من 1 لحد 10 ما تمسحش الاصل اوكي، بس لو طلعت بقى دلوقتي فوق في اي دور اهي بقت موجوده في اي دور. تمام يا جماعه الكلام ده؟ في اي مشاكل؟ انا بقى جايب لك، يعني انا جايب لك برضو برج غير ده. تمام، هو برضو حاجه يعني ريال، يعني حاجه حقيقيه وشغالين فيها حتى دلوقتي. تمام، هجيب لك البرج ده تشتغل فيه في البيت برضو، هتحول هتعمل الخمس طبقات ونظام انشائي وتحوله للايتاب وتعمل اهم خطوه على فكره في الايتاب اللي هي الخطوات اللي احنا بنعملها دلوقتي. انا خلاص رسمت اهو، اللي جاي بقى كله ايه؟ يعني احمال وشويه حالات تحميل بتربط الزلازل بالرياح واحمال الزلازل واكواد الكلام ده. تمام ماشي يا جماعه الكلام ده، فيه اي مشكله؟ تمام، انا هسيب ده بقى عندي كده فايل وسيف از، هسيبه بره على هسيبه مثلا هنا، هو كلمه سيف طبعا يس الفولدر اسمه تاور 3 ده. واضح؟ هنكمل فيه ان شاء الله شغل المره الجايه. البلاد ده الملف ده موجود معاهم بره. لحظه بس هوريه لك الاول، لحظه هوريه لك الاول. وكان اسمه، كان اسمه ايه بقى؟ هو موجود معاهم بره. ايوه شوف كده يا جماعه، ده مشروع عايزك تشتغل فيه. تمام، هو طبعا انا كان في كور انا مسحته، عايزك تتخيل كده هتعمل حيطه ولا شيل وول، طب اماكنهم فين؟ طب السنتر اوف ماس ورجيتي والكلام ده اللي احنا قعدنا نقول عليه ده. انا عملت كور. تمام، اكتر واحد او براحتك، انا عملت كور عملت شيل وول، انت براحتك بقى. اهم حاجه لما اعمل رن يبقى التشيكات بتاعتي سيف. تمام، هروح البيت هشتغل في الكلام ده يا جماعه، هبقى استفدت جدا. انما اروح هنام واجي الحصه اللي بعدها لا يبقى انا كده بقى كان في كور انا مسحته، انا عايزك بقى تجيب لي مكانه الحقيقي فين. كل 6 متر عمود، كل 6 متر عمود.